أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح بأن أصحاب القبور إذا مر عليهم أكثر من 100 عام يجوز هدم قبورهم وبناء البيوت عليها؟ هذا قال به بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه، إنما هو قول فقهي لا دليل عليه. والقبور تصان وتحترم ولا تهان ولو طال عليها العهد، لا دليل على هذا القول. نعم.